قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما الفائدة هنا؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. الفائدة هنا أن التوكل لا يكون إلا على الحي من حياته حياة دائمة، أما المخلوق فله حياة لكنها حياة ناقصة. ولذا قال بعدها وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فالمخلوق لا ينفع نفسه فكيف يتوكل عليه؟